يقول حارث بن أسد المحاسب رحمه الله: كيف إذا أقبلت الحورية بشعرها الأسود ووجهها الأبيض؟ سبحان من جمع الليل والنهار، شعر نحر ثغر خد جد نهود فخود سيقان بياض نعومة، ما في كن ما في كريمات ولا نيفيا ولا وازلين، ما في أي شيء. يقول الله: عن الوجوه يومئذ ناعمة، حتى وجهك أنت ناعم بدون أي أنواع مساحيق ولا نوع مكياج، أنت منعم. قال رحمه الله: كيف إذا دخلت عليك الحورية في هذا الوجه الجميل وذلك الطول الفارع، شعر أسود ووجه أبيض، سبحان من جمع الليل والنهار. المس كفة يا شيخ بس فالمث. يقول: كيف إذا لمست بنان البنان هذا، كيف إذا لمست بنان نعم بالجنان آلاف السنين؟ لا إله إلا الله. وإذا أقبلت الحورية، يقول رحمه الله: كيف إذا دخلت أحد القصور وإذا عشر من الحور العين متكئات على كثبان مسك؟ جاء أبو خالد: وين أبو خالد أكبر؟ فلما رأينك قمنا إليك مسرعات سعيدة الحظ التي تضع إبهامها في يدك، فلما أمسكنك ألقينك على ظهرك على كثبان مسك، سحنك على الظهر يا جمال وأكبر، والحاضرين كلهم إن شاء الله. قال: فمن واضعة فمها بفمك، تزين انت مبخر، ومن واضعة خدها بخدك، ومن واضعة صدرها بصدرك، والباقيات تضرن الدور. لا اله الا الله. يقول رحمه الله: كيف اذا قدمت لك الحورية كأس الخمر؟ اي خمر الدعوة مين بلاش، خمر الدنيا دمار لكن خمر الاخرة